طيب هنا السائل يسأل يقول نريد أذكار المسلم التي تحصنه في الصباح والمساء. طبعا أفضل كتب في الباب يا أخواني كتاب حصن المسلم، هذا الكتاب بريال، ترجم لأكثر من 43 لغة، منها من اللغات الحية واللغات إيش الميتة. إيش معنى اللغات الميتة؟ التي يعني مقصورة على أهلها، اللغة السواحلية، اللغة ما السن أكيد، اللغات اللي هي لا يعلمها إلا إيه إلا أهلها الذين نشأوا ودرجوا فيها. هذا الكتاب من أمتع ما أنت تجده إن شاء الله عز وجل، وهو كتاب كتب الله له القبول، وهو مختصر من كتاب أوسع في نفس العنوان للشيخ سعيد بن علي بن وفش القحطان، والحمد لله متوفر مجانا على الأندرويد أو على البلاي ماركت، وموجود بريال، يعني لو جمعت 100 نسخة ووزعتها لعباد الله يكون جزاك الله خيرا يا الدنيا والآخرة. فيها باب خاص أذكار الصباح والمساء، وبقية أذكار الأحوال والمناسبات، دعاء دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول القرية، الخروج من القرية، دعاء السفر، دعاء ركوب الدابة، دعاء قدوم الليل، دعاء رؤية الهلال، إلى غير ذلك مما يحتاجه المسلم، وكل ما فيه إما أن يكون حسن أو أن يكون صحيحا بحمد الله تبارك وتعالى. فتجدون موجود فيه مثل هذه الأشياء التي أنتم تحتاجونها، أذكار الصباح والمساء. قلنا أذكار الصباح متفق عن أهل العلم عليها أنها تبدأ من بعد الفجر إلى قبل شروق الشمس، وأذكار المساء أهل العلم تعددت أقواله، منهم من قال بعد الظهر، منهم من قال بعد العصر، منهم من قال بعد المغرب، منهم من قال منها ما يبقى إلى قبل النوم كالآيتين اللتين في أواخر سورة إيش البقرة، وأرجى الأقوال والله أعلم أنها بعد صلاة إيش العصر، بعد صلاة العصر، أنها بعد صلاة إيش العصر أذكار المساء إلى قبل المغرب، ومن فاتته قضاها بعد المغرب. هذه تجد فيها كل هذه الأشياء. أحذر من كتاب موجود عند التبليغيين وهو بعنوان مقاليد السماوات والأرض، تأليف محمد يونس عمر البلنبوري أظن، هذا الكتاب مليء بالأحاديث الباطلة والموضوعة، ومنها قراءة سورة ياسين، ومنها يا غفور يا غفور ألف مرة، ويا لطيف يا لطيف إلى غير ذلك. هذا كتاب انتبهوا له، كتاب باطل، ومن له صاحبه في التبليغ يحذره من هذا ويقول له يا أخي اطلب العلم واجتهد في طلب إيش واجتهد في طلب العلم. وعندنا هو أحد الأخوة الفضلاء له صاحبه في التبليغ، كم سنة في التبليغ؟ سنوات طويلة، ماذا استفاد يا باشمهندس؟ ولا حاجة، ما حتى الدرس كان يحضر بعض الدروس، لما دخل معاهم ترك الدروس وترك العلم، لأنهم يا إخواني عندهم أخطاء كثيرة، يعني عندهم أخطاء كثيرة جدا جدا، ومنها أيضا أنهم يعني يلون أعناق النصوص لكي ينصروا منهجهم وينصروا ما هم فيه. وعندهم جماعة اسمها جماعة التوجه، هذه إذا كان في المركز، رحين عندهم مراكز طبعا منتشرة في العالم، جماعة اسمها جماعة التوجه، هذول اللي هم طالعين في الخروج. إيش جماعة التوجه هذول؟ يصومون من السبت للخميس، يصومون الأسبوع كله، مجموعة خاصة كده من دون بقية إيش التبليغين، يصومون السبت للخميس، هذا واحد، ويقرؤون كل يوم ياسين والبقرة مرتين صبح وفي المساء. طب من فين هالكلام؟ قراءة القرآن أليست عبادة؟ من الذي خص البقرة وياسين؟ أنا أقول لكم كما قال العلم، ولا يصح في فضل سورة ياسين حديث، قاعدة اكتبوها، ولم يصح في فضل سورة ياسين حديث، لا عروس القرآن ولا قلب القرآن ولا قرأ ياسين على موتاكم. حتى الذي حسن هذا الحديث ولا يرقى لدرجة الحسن قالوا إنما المقصود على من حضرته إيش سكرات الموت، مو عند القبر وهو إلى آخره. فانتبهوا لمثل هذا. طيب